أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس في رحلة في ملامح في الذاكرة الإريترية. نصطحب معنا في هذه الرحلة ونواصل الحلقات في لقائنا مع المناضل صالح سليمان آدم. أستاذ صالح سليمان، في الفقرة الأخيرة وأنت تتكلم عن الشمسي كنت أفدتني بأنه في معلومات كانت عن مناضلين شاركوا مع شمسي، نذكر منهم على حسب ما أفدتني مع عمر ناصر كان جمحة إدريس وأحمد الدين إسماعيل وإبراهيم آدم وأحمد الدين عمر ديني وعلي محمد نور وداود وأدم علي. طيب، هذه الملحمة أيضا كانت في ملحمة أخرى اللي هي المحاولة الثانية، ممكن تحدثنا عنها؟ مين الاسم القائد بالتحديد؟ لأنه في سجلات التاريخ يمكن ما نص كثير مننا ما نستحضر اسم القائد لهذه المحاولة الثانية من البوليس. الثانية كان المناضل الكبير صالح سالم. قبل عليه في مستشفى، هو مشى للعلاج لأسمرة. وقبضوا عليه وأدخلوه السجن. هو اعتقد اللي ثبتت فيه التهمة حكموا عليه 20 سنة. نعم. في نفس الفترة دي كانوا وللوا والآخرين بدأوا يتمردوا على البوليس ويطلعوا بدو. في نفس المنطقة، في الناس لما طلعوا من اتجاه شرق إريتريا، أيضا من شرق من غرب إريتريا ناس طلعوا، ناس شهيد وللوا وشهيد علي أحمد ومجموعة وهؤلاء أيضا ارتبطوا في ملحمة مع رفاقهم حامد السعواتي، إدريس طاهر سالم، المناضل أزاز وآخرين، نسب كبد والمجاميع دي كلها بدأت كلها هذه القوة تتجمع بعض في قوة عسكرية في داخل إريتريا في الكفاح المسلح. بالطبع. أثر هذا الكلام، أنت قلت أنه ايضا والدك لانه كان متهم مع المجموعه بداوا يجردوا من الاسلحه وخلوهم كعقوبه انه يكونوا بوليس لكن ماسكين عصا فقط، ما عندهم اي اراده، وبرضه كمان حتى مصادر الدخل والحياه اصبحت عليكم صعبه. هل انت واصلت الدراسه او دخلت في العمل في اسمره؟ اسمره مدينه جديده عليك يعني. اكيد. طبعا زي ما قلت لك انا كنت مسجل في لمكونين في مساوع، مفروض واصل في في مساوع. أيوة. كنت مفروض واصل الدراسة في نفس أيوة. بعد ما انتقلنا إلى أسمرة ضاعت فترة أكثر من سنة في 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 تنقل. و في الفترة دي كان في زميلك في السهي جبري، في السهي جبري أول أنا هو زملاء كنا في جندع، في جندع، وهو دخل نيرس سكول في نيرس سكول ده. دخل في أسمرة عنده فرصة ليواصل يعني. هو من أولاد معربة، معربة دي ده مسقط راس تسمى، هو من أولاد معربة، هو في منطقة الكوزاي، في الكوزاي. أيوة. أنا أعرف والده لأن هم كان يزرعوا اتجاه سمحر، يجوا من هناك عندهم أراضي. أيوة. في المنطقة هذه أصل في ناس يجوا من معربة من سجنيتي عندهم أراضي في مناطق المخفاه الشرقية. أيوة. وهو من ضمنهم وكان يسكن عندنا، وقابلته في أسمرة. أيوة. تكلمنا عن المواضيع. أيوة. هو برضو كان عنده استعداد من الشباب القيورين على وطنهم، بدليل انه استمر وبقى قائد، بقى قائد كبير بقى في الاخير الساحل يعني. اكيد الاضافه للناس الناس اللي خرجوا من البوليس، ايضا عمر الدين محمد يوسف ده اللي طلع من بوشوكا اخذ معه ما يقارب 30 قطعه من السلاح لانه كان مسؤول. الزمنيه تتذكرها في 64 يعني، نتكلم 62 حصلت
شمسي ايوه 63 هو حسن بالنسبه له والجماعه بتاع الدين وشكرا. العالي، ايوه وهم اعتقد في نفسه ربما يكون 64 63. صحيح، بالتاكيد هنا بالتاكيد لتاكيد المشاهد انه 62 63 64 دي شهدت نهضه بتاع التضامن من البوليس البوليس تجاه الثوره الاريتريه اللي هم زملائهم اللي جو من الارض الشرقيه او بالاضافه للمناضل حامد ادريس عواتي، وايضا قلت لنا على ادم دندفل وقيادته للمعركه المشهوره. مشهورة ايوه أكيد، بس أنا عشان ما أخلط في الـ في الـ في الـ في التواريخ، التواريخ. ايوه خاصة الناس اللي طلعوا الشهيد علي أحمد ايوه ومجموعة معاهم، والشهيد وللو، ومن هناك طلعوا الناس سليمان زكريا، ده كان سلام في زكريا. ايوه أيوة هو كان في أعتقد في مسلحة القابات أعتقد، ولا أي ما أعرف. أيضا زي ما قلت لك الشهيد عمر الدين طلع من بوسوكا، والشهيد محمد ياسين طلع من توكومبيا بسلاحه، يعني أعداد كبيرة من البوليس كان يطلعوا، بالإضافة إلى ناس المعروفين لدى الجميع اللي لعبوا دور كبير، اللي طلعوا من السودان ايوه ناس شهيد عمر ادريس رزاز العسالي ومحمود ديناي ايوه ودول ايوه الشلة اللي ايوه أصابوا طيار، من ده الشلة المعركه. ده اسمار دامر، دول ايوه عمر دامر. أيوة دول ايوه بعد. إذا الحركة بتاعت المناطق الشرقية كانت بعد 5 شهور بالتحديد من خروج عنصر مهم الجبهة. هنا، يعني في اي زول باحث او قارئ او متابع للثوره الاريتريه او عايز يتابع، انت قاعد تتكلم عن لحمه الشعب الاريتري من طوائف ومن طوائف وقوميات ومناطق مختلفة. المنطقة قاعد أتكلم عن المنطقة الشرقية، قاعد أتكلم عن القطاع الشرقي والقطاع الغربي. بدأ تلاحم في مناطق المنخفضات لدعم هذه الثورة، وأيضا بدأنا نجد أنه في أسلحة، نوع الأسلحة اللي كانت تسمع عنها اللي كانوا بيقتنوها. الأسلحة هذه كانت أسلحة أبو عشرة هي أغلبها، أيوه و اللي احنا اللي كنا نستعمل، احنا طبعا كنا نستعمل أسلحة برين لا انا إنجليز، ما قاعد اتكلم عن مرحلتك، قاعد اتكلم أما عن جماعة مرحلة دول الحكومة. اللي استعمل ايوه هو أسلحة أبو عشرة هي ابو عشرة. برضو. الثورة كانت تستعمل أسلحة إيطالية أبو خمسة في البداية، في بداية، البداية. أيوة في ايوه بداية. طيب، نرجع لحياتك انت وارتباطك بالعملية السياسية، تأثير هذا الزخم الجديد اللي بدأ في مرحلة بتاعت نهوض الثورة، أثاره انك طلعت سبت الدراسة واخر زميلك لقى فرصه انه يدرس في مجال الطبابه او تمريض، وكيف كانت حياتك وكيف انت تفاعلت معها؟ جميل. أنا بعد ما قررت أخرج لقيت واحد اسمه صالح، صالح. صالح ما عارف بالتحديد ما افتكر في اسمه. إريتريا. ايوه التقينا في محل، وعنده علاقة في الساي أعتقد، في الساحة. اوكي قاعد نناقش في موضوع، قال أنا أعرف بركة، هو من أولاد بركة هو، ايوه وأنا ممكن أوصلك اساعدك عشان تدرس. ساعدك ايوه توصل ايوه هناك ونمشي ايوه مع بعض. منه مشينا، أخذنا باص من أسمرة، نزلنا فيها قردات، نوع الباص ده اسم الباص، نوع الباص الله ما أعرف باصات أيام ذاك حج حسن، وبعرف باصات كان في بتاعت حجي حسن البس وكان في الكبلاد ما ستاي. أعرفها، ايوه لكن كان في ستايو، ايوه تيجي ستايو كانت تمشي هناك، ايوه وكان في باص ولا فريس الفريس. فاعل. ايوه مش هنا زل قردات، هو ايوه بيعرف قردات، اوكي هو ما عارف بالتحديد من أبنائه. أنا كنت أفتكر يتكلم معي تقرينيا، معك تكلم تقرينيا كويس. تقرينيا يتكلم ايوه معي ويعرف تقري، يعني ايوه الشباب اللي لقيناهم في غردات زملائهم سلتهم بهم ما أعرف، لكن هم برضو شوية مفتحين، هم يعرفوا مرتبطين ناس غردات مرتبطين بالثورة بالثورة. عارفين أيوة. النضال. ولقينا في الباص حريم، قال لي انتم ماشيين، قال لي اسمك مين؟ صالح. وانت صالح؟ هم تعاملوا، احنا قاعدين نمشي الميدان، قال كلكم صالح، كيف انت صالح؟ صالح قلت له احنا اسمنا صالح.
النساء الموجودين النساء الموجودين في الباسة. ايوه من الباسة بمعنى المحيط. ايه دلالته يعني؟ آه دلالته بالنسبة ايوه هم احنا شايفين ناس قرباء يعني شكلنا ايوه وبعدين لا ايوه يعود سؤال. خلاص قال لي ربنا يعينكم احنا عارفينكم ربنا يعني. يعينكم ايوه دي عارفينكم. ايوه بيتنا في غردات مع شباب ايوه يعني هم عزابهم ايوه اعتقد. في الصباح مين ركب الباص برضه نزل في السنة نزلت في السنة سنة بالليل جينا بيتنا في الجامع. بيتوا في الجامعة أول مرة بيت في الجامعة أول مرة في الجامعة أول أول مرة سلم تميت 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 تنوم بيت برا بيتكم أيوة ورا أيوه بيت بينا في الجامع في خلوة هناك. أيوه الشيخ أقول لهم أعمل حسابكم في ناس سرقيت وما عارف بيقول الكلام يعني. ايوه نحن ما نفتكر يكون في سوء هاي نيه الحاجات ما عندنا حاجة ما عندنا ايوه نفتكر سرقت له بالله ما عارف يقول لي صاحبي. ايوه أعتقد هو قاعد يلبهم مننا ولا ايوه ما عارف. قمنا في الصباح مشينا القهوة ايوه قاعدين في قهوة جانا عسكري زي القدر زي اوكي قال لنا قوموا يعني قال لا نمشي نقوم وين؟ المرة الأولى قالوا لك قوم لأنك كنت حتعمل مظاهرات ايوه وده كان في جندة وفي بوليس السينما يجي لك يقول ايوه دي محاولة ثانية محاولة ثانية شوي أنت عارف حسب وعي ايوه القرار ودوني لي وشت لي واحد اسمه طعامي ايوه ود بلدنا هو صنعاء في هو ايوه طعامي وداني لسنتيني ايوه قال له ده خليه يتعلم معك ايوه لفترة وأعلم. قال له ما يقبل خلي يجيب له شهادة هو نحن ما نقبل تحت السن ال 18 ولا 16 ما أعرف حسب في البلد ده ده قانون دولي بيطبق في إريتريا قانون كان في قانون في هذه ما المرحلة أنه أيوة أقل من السن القانوني السن أنه ما القانوني يشتغل. ما يشغله قالوا يا أخي ده للتعليم وحتى للتعليم أنا ما أقبل إلا تجيب لي وداني في واحد دكتور ايوه برضه دكتور من أبناء تسنين عشان التسنين تسنين أيوة ايوه من أبناء مرتفعاته ايوه رجل مسيحي قال له يا أخي ده ولدي ورفض يشغل ودينا ورقة يعني خلاص 15 في الفترة ديك هو راجل في بلدنا يعني ايوه حس له 15 هنا ايوه طفل ايوه سن قال 18 ايوه هناك 15 ايوه بالغ إذا كنت في خارج المدينة ايوه تتزوج يفصل لك البيت وتتزوج و ايوه ما زال لست قطعت حتى واحد لما يقول الله يمدك انا 14 كنت ناضج 14 عملت كده بيفتكروا حاجه كبيره مختلفه لا البيت تزوج عمرها 13 سنه حتى الناس يمشوا يقسموا لهم الاراضي في بعد ال... في 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 عشان بعد يزرعوا ايوه ياخذ يطلع يتزوج يطلع ايوه اذا في وعي في نضوج ايوه كامله ايوه وخلاص قال له خلاص كتب له 3 سنين وداني انا ما داخل في راسي في عشان امشي تشتغل. اشتغل أيوة. واتعلم أيوة. بس معلق هناك في عواتي انت ذهنك كله زين يعني مركب وجدانك هناك يعني. مركز في عواتي وثورته والمواطنين اللي قاعدين يطلعوا ايوه وفي بيتكم الحركة عادي كلها والبيانات حركة ثورية موجودة وابوك نفس الحكاية وجيت في بيت برضه يعني فيه زميلك نوري ده برضه واحد من يعني الورود اللي كانت تتفتح لتقبل الثورة او ريحة الثورة احنا نقدر أكيد. نقول اتفضل عملت يمكن شهر معاهم قلت له افتعلت قلت اديني مرتبي ايوه بدات تطالب حسب انا طالب عادي وانت جاي تتدرب يعني ايوه يعني قال لي يعني فينيتو امبراري قال لي جيت تتعلم ولا تشتغل قولها بالايطالي وترجمها ما الايطالي مكسر عقلك قال لي انا سمعتها ايوه فيريتو بير امبراري جيت عشان تتعلم اعتقد كده اللي ايوه فهمت بعدين قلت له لا انا اشتغل قال لا امشي زعل يعني وبالنسبه لفلوسك اخلاق ما عنده وبالنسبه لفلوسك فلوس ما في انا اصل انت عايز سبب عشان سبب يطردك ايوه انت عارف لكن المفروض ما يديك راتب ما يدي راتب طيب ما هذا تفكير متمرد ده متورد ده ايوه طردني زعل
كويس يعني عندهم غير ما فعل هذول يعني عمل بعدين انا زعلت زادني زعل كمان. أيوة. يقول لي امشي وما عارف. جيت البيت قلت لهم ده طردني وحصل لي كده ليه؟ قلت له اديني فلوسي. قال كيف تدي فلوسي انت اشتغلت حاجه عشان ادي لك انت وش تتعلم عمي؟ قال لي عمك وقف في صالحه. ها؟ وقف معاه. لا قال من حقه ما يوقف معاه. ايوه. انت ما من حقك تتعلم. ما من حقك تتعلم. عايز انك تتعلم. ايوه. بكره لما تتعلم ممكن تاخذ تشتغل. قال قلت له يا اخي انا عايز امشي لاخويا. عدردة عمر اخويا كان في عدردة. في اخوك حس في عدردة. هذا عمر اول كان عمر اول انا كان في حجاز. ايوه. من حجاز كان عنده قهوه مع الناس سعيد بافول. سعيد بافول. سعيد بافول اسمه. ايوه مشهورين. كنا مؤجرين. اولاده مشهورين. انا كنت امشي له انا. ايوه. حقات قرية نموذجية صغيرة ومنطقة زراعية برضه قرية استثبات خليها. ايوه ايوه مناد بنت مناد لين بالضبط. عدرد برضه يعني بلدة جميلة جدا. أيوة. ناس واعين ناس ذكر انا في عدرد جيت عمر اخوي قال خلاص تعال عنده قهوة وهسه على خطط امشي مره مسكت قهوه دول بن عامر ناس طيبين مع في هناك مع عمر اخوي عندهم علاقه كثير كويسه عندهم. ايوه بعدين بانتها بنا الدين رقيفه قال لي بيت رقيفه قال لي شال الكاسه قال لي اديني شاي. الشاي يا تشتري ببراد يا ولا تاخذ لكن دي ما 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 ممكن. انت عايزه يشتري براد شاي المفروض يشتري براد وهو ما عايز براد قال لك الباني هو عايز اكل بها الرغيفه دي الرغيفه دي اديته الاول بعد يوم ثاني جا برضه ما انا تبنى اديته عاوزه قلت له اسمع يا تدفع يا ما عندك عمل المشكلة. حصل مشكلة أو ما أنت بيشتاك ما أنت أنت ما أنت أنت ما أنت ما ود بلد. أنت ما ما عندك الثقافة بتاعتنا. ما زي أخوك يعني. ما زي أخوك. ما زي أخوك. أيوة. لكن نفسه جاء أخويا. أيوة. قال إيش حصل كذا؟ قال لي اسمع صالح أنا دول أهلي. أيوة. أنا دول أهلي. إذا مرت هم اللي يقف معي. أيوة. إذا مت هم اللي تبوني. قال لا ما ما تعمل مشاكل معهم يعني. ايوه انت تهديه بعدين قال لي الفقر ما يطلع بالدنك بالتعب. مهما عملتها الفقر ده ما يطلع قال لي. انا اشتغل عشان اعيش مش عشان اقنع. قلت له ربنا يعينك انت واهلك. اخوك رؤيته الثوريه متقدمه. ايوه الثوريه بعد يحب الناس عدرد يحبه كثير يعني. أيوة. ورجل كان 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 طيب يتعامل. أيوة. يعني زي زيهم. أيوة. أيوة. هم عندهم سخاء برضو سخاء. لا يا بن عامر ده سخاء. أيوة. سخاء عندهم. أيوة. وناس عفويين هم. أوكي. على على سيئتهم الإنسانية. أيوة. 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 يجي واحد يمشي يجيب لك سخل أنا صغيرة. أيوة. في شنو حقته يعطيها لك يديها يديها لك. أيوة. كان يعمل كده. أيوة. يعني. ده اسمه التكافل. ايوه شكله طبيعي. أيوة. كان يعني. عشان ما تعمل مدعو الا برا. أيوة. برضه حصل مشكله. ايوه في واحد يجيب حليب يجيب لبن طبعا في القهوه نعمل يوم واحد ما جاء باع لي واحد ثاني في اليوم نحن ما بعنا حاجه اليوم ذاك لان اذا ما عندك حليب حليب ما ممكن تشتغل. وهو يبيع لك اليوم في اليوم الثاني ياخذ فلوسه. اليوم ما جاء في اليوم الثاني جاء قال عاوز فلوسي. قال ما عندك فلوسك. قال انت امس ما جيت. ما جيت وانا ما اشتغلت. كذا هم شباب طبعا مفطلين بشعر بداق والعسايا والسيف عاوز يعمل مشكله معاه. من هو الا تدينا عمر مشى اخويا دخل جاب فاس. انا مشيت العتبر في عصايه
عصاية كبيرة يعني، لأن هم قالوا حيضربوا لما يطلعوا عشان يضربهم، ما دخلت جوا لأن عشان يضرب طلعت في الباب كده. رجل كبير كان قاعد هناك وقع على عمر، والله قال لهم تلمسوا الراجل ده نحن كلنا نقيف معه أطلعوا. هذا علاقته بالمجتمع كانت له. المهم أنا بقيت واحد من الأعداء، الناس عذرت برضو قلنا نطلع. أنا صالح حمداي، أيوة مش الثاني، صالح حمداي ثاني أيوة. وعبد الله آدم وحم النور مجموعة دول بقى ما عرفوا الطريق. أيوة ما هنا تحركنا. أوكي تحركنا نزلنا برا برا دخلنا كسلة. فكرة الثورة، فكرة الخروج، فكرة التمرد ما زالت موجودة ولا. وانت دلوقتي وظفتها بعلاقاتك الاجتماعية اللي استنيتك في عدردي، وأبناء المنطقة يعرفوا الدروب، يعني ما محتاج حتى يوديك لغاية الحدود. فخدتوا بعلاقاتكم دي قرار انه كيف تطلعوا من عدردي للأراضي المحررة. المقاتلين كانوا موجودين في المنطقة دي؟ كانوا ما شفنا بس كان يتحركوا في المنطقة، يتحركوا تسمعوا. أوكي كان زميل برسالح شواعي اسمه من دبر أقمال. أيوة بلد دبر زميل دبر أقمال اسمه. دبر أقمال زميل خالص وهو برضو جاء بعدين لحقنا جينا كسلة. المهم طلعتوا بدون ما تلتقوا بالثورة لكن وصلتوا لغاية كسلة. أيوة لأن برا داك ما يقبل هناك. أيوة إحنا ما نعرفه طبعا. عدردي و المنطقة دي فاتح بالجبالها المفتوحة لغاية الحدود السودانية. أيوة مفتوحة. إلى النهاردة حتى لو فتشنا ما يقبلوا لنا. بالضبط ما يقبلوا. بالضبط دخلنا كسلة في كسلة. طبعا هم عندهم أهل هناك. أيوة مخفضات. أنا ما في من هالقيل أحمد عجلاتي. أيوة محمد عجلاتي اسمه كان هناك. أيوة ووروني مش سلمت عليه ودخلت كسلة. كسلة ما بتعرف حد؟ ما في واحد. وزملائك هل دخلوا معك؟ هم عندهم ناس. عندهم ناسهم ناس. هم لقوا ناسهم أنت ما لقيت؟ أنا أنا ما لقيت. أيوة ما خلوني. أيوة مشيت لما سألت قال لي محمد عجلاتي وما عارف مشيت. الجامع ما استناك. الجامع موفت السنة اللي قلت الجامعة دخلت الجامعة. أيوة هنا ما فينا. أيوة حس دخلت معهم على الجماعة دول. أيوة بعدين عمد عجاز سلمت قالت معهم في اليوم التالي. أيوة تقابل مع زملائي في مكتب الجبهة. محمد عجلاتي استقبلك وعرف أهلك؟ عرف تعرف بعض؟ ما عرف أهلك. أيوة ما عرف أهلك لكن استقبلك. استقبل وصلك المكتب الجبهة. لا هو مثلا جماعة جوني. جماعة جولك أصحابك. نزل السوق هناك. أيوة كلنا مشينا مع بعض. أيوة بعدها كنت عايش معهم هم اللي يجيبوا فلوس لأكل مع بعض. كانوا سنهم كم؟ قدري كلهم. فأنا في 15 كلنا معاك. أيوة سننا كده. أنا داير أربط المشاهد معاك وخصوصا أنه في جيل من الشباب أنت شرحت لنا أشياء. أنا بالنسبة لي كان الدرس جميل جدا أسمعه منك. طريقة العلاقات الإنسانية، تداخل الناس في عدردي، وكيف أنه يصلوا لدرجة أنه يدافعوا عنك كمواطن لو واجهتك مشكلة. وأيضا ناس هم اللي هم كانوا أصحاب دربك لأنك تصل لكسلة من أجل متابعة قرارك اللي هو انضمام للثورة. أيوة. بهذا نقدر نقول أنه الأستاذ صالح ورانا ملمح من ملامح التحول السياسي في حياتك، وأيضا وصلت لقرار أنك تأخذ القرار واللي وصلت فيه أنك كسلة لازم تنضم للثورة. طيب هؤلاء الزملاء وصلوك لمكتب الجبهة، ماذا بعد؟ وصلنا كلنا مع بعض، كلنا عاوزين نطلع على الميدان. جميل. هنا قالوا أنتوا سنكم صغير ما نسمع لأنه ما حتقدروا. معليش أنا عالقي فينا في تسري. سألوه قالوا لك سنك صغير عشان ما تشتغل. أيوة في الثورة قالوا لك سنك صغير. أيوة ما ممكن. معناها كان في عقلية مدنية عند ذهنية الناس ديل أنه دائما الناس مفروض في سن محدد يواصلوا دراستهم إلى أن يصلوا إلى لحظة يكونوا مؤهلين أن يكونوا
قوة فاعلة إذا كان في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل أو سوق النضال حتى كمان كان فيه قيود. طيب كيف تعاملت مع هذا القرار؟ هم حرصهم إنه الميدان للرجال صعب في الشباب سوار. وهنا طبعا أنا ما قالوا أرجعوا بأهلكم أهلكم أيوة. ما في رجعة، الرجعة لا موجودة في ذهني ولا في إمكانات أيضا ترجع. لا الإمكانات تسمح ولا أيضا دي لحظة تحدي يعني أيوة. طبعا أنا ما أقدر أمشي. معليش، مين كان التنظيم وشكل التنظيم في تلك اللحظة اللي تجد فيه واحد يقول لك هذا القرار؟ إحنا جبهة تحرير تري هي الموجودة، الشكل التنظيمي القيادة الثورية، في القيادة الثورية، القيادة الثورية أيوة. فأنتوا دلوقتي في المكتب موجودة القيادة الثورية. هل شفت بعض القيادات منهم؟ كنت طبعا كانوا جعفر محمد، كان الشهيد جعفر محمد ايوه، ده كان واحد من الناس اللي كانوا في الجيش السوداني أيوة. وانضم لي حامد الشعواتي ثاني أيوة. وكان في مرحلة ادريس، كان المناضل عمر حاج ادريس أيوة. شخصيه عندها دور في أيوة. العمل السياسي والعسكري والنضالي أيوة. واحد اسمه احمد علي اعتقد، واحد تخين كان في جيش بتاع شؤون تنظيمي ولا ما اعرف، كان واحد، وكان في ولداي، كان في سعد المناضل ولداي، ولداي المناضل ولداي. واحمد اظن واحد من مؤسسي حزب العمل على ما اعتقد. ولداي؟ لا احمد احمد اعتقد احمد علي واحد أيوة أيوة. أيوة. طيب ايوه هو كان ولداي، ولداي كان عبد أيوة. عثمان كان المناضل عبد عثمان مسؤول الصحي ايوه مسؤول الصحي ايوه عبد كان عثمان. في مسؤول صحي في الفتره ديك في داخل القياده السوريه ايوه في 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 مسؤول الصحي عبد عثمان كان الاعلام عربي سعيد صابر كان المناضل سعيد صابر لا. كان محمود محمد صالح برضه موجود في الفترة دي، حنجي منجي كان محمود محمد صالح ايوه 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 سعيد صابر عربي، ولداي كان بتكرني في الإعلام أظن على ما أظن. الثورة كان عندها جهاز إعلام عربي والتقرنية هو متكامل التنظيم بتاع الجبهة ايوه تنظيم متكامل الأركان وعنده هيئته اللي هي تمثل فيه على قيادة ثورية والمناطق أيوة. يعني أيوة. شكل منظم يعني. وانت الطفل اللي هو عايز ينضم لهذه الثورة، لكن القرار بتاع انك عمرك اقل من السن وما وصلت لمرحلة الرجولة انك تشارك اشارك ايوه من وجهة نظره. فانا عايز المشاهد يشوف الصورة دي أيوة. بانك بالفعل واجهت انجزت قرارك وقرارك أصبح مواجهة. طيب فاصل ونعود إليكم مع المناضل صالح في رحلة التحدي مع انضمامه لتنظيم جبهة تحرير تريا في مدينة كسلة. فاصل ونواصل. وافقوا يرسلوا مجموعة منحة دراسات الصحية مفيد للتاريخ للتوثيق لمعرفة حجم يعني قدرات جبهة تحرير إريتريا. في الخط الثاني اللي تخيط به اللحم الداخلي، هذا بمر الزمن يكون جزء من الجسم، وهو في المنطقة الأولى من المنطقة، لأن أيوة. حرف اللغة حرف المناطق أيوة. قدرت فهم مع المجتمع.